رح نتابع محطاتنا واكيد افلام عديده موجوده حاليا بصالاتنا السينمائيه، وايضا بنلب لكم نحضره بعد في خبصة بعده موجود ببعض الصالات، ومطلوبين او وانتد بعده موجود ايضا بالصالات اللبنانيه. لحقون قبل ما كمان ما يبقوا بالصالات السينمائيه، لانه بينزل كثير افلام كل اسبوع وبتصير بتقلب الافلام، واذا ما اندعموا على البوكس اوفيس هالافلام اللبنانيه للاسف بيتم يعني بيشيلون لحتى يحطوا الافلام الجديده الثانيه. افلام كثيره كمان لكل الاصناف لكل الاذواق موجوده حاليا بالسينما. I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a ضمن افلام هالاسبوع فيلم البيوغرافي فايس عن قصه السياسي ديك تشيني اللي لعب دور كتير اساسي كنائب للرئيس الامريكي جورج دبليو بوش بطريقه غيرت امريكا وتركت اثرها على العالم لغايه اليوم. الفيلم مرشح لثمان جوائز اوسكار وحصل على جائزه جولدن جلوب عن فئه افضل ممثل لكريستيان بيل بالدور الرئيسي مع ايمي ادمز ستيف كاريل وسام روكويل. So we're gonna do this thing or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Hot damn. Who is it? No ID, no idea. Placing our agent undercover, she'll look right enough next to our guy. If we do this, we accept the consequences. Yes. Do you love me? You know I do. والفيلم الدرامي ديستروير عن محققة بالبوليس ترجع بتتواصل مع أشخاص من عمل سري قامت فيه بالماضي لتقدر تعيش بسلام، مع نيكول كيدمان، توبي كابل وتاتيانا ماسلاني. Form a team. They tell me netball can be fun. Look out! Who are you? Hilarious as well as cute. Oh, a ladies' man. You two are something, something. We went to a movie. Your father and I went to a movie. وفيلم الانيميشن ويلي عن ويلي وهو سيارة من الطراز الصغير عم بيواجه معركة ضد شاحنة عملاقة لإنقاذ فتاة أحلامه بأصوات باربارا جوتسون، كريس جاي أليكس وأوغي بانكس. رح نتابع محطاتنا وشرف حسين صار تقريبا هيك عم بخلص اشياء وفي اشياء كثير بعدها ناطرتنا بس روايح كثير طيبه بقى خلينا نروح لعنده لحتى نشوف وين صار ورشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه التلفزيون مستقبل. اليوم في عنا اربع وصفات بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. في عنا الكيك الفستق الحلبي، هيدا الطبق الحلو لحلقتنا لليوم. اما بالنسبه لوصفات المالح عنا الباميه مع الجبنه، عنا شوربه البطاطا، وايضا في عنا كمان الباف بيستري بالبطاطا. هول هن طبعا وصفاتنا باول فقره من فقرات رشه ملح. حضرنا الكيك بالفستق الحلبي وانا حاطه هلا بالبراد شوي لحتى يبرد، لان لازم احط عليه كريمه. رح احط الكريمه وايضا الفستق الحلبي.
طبعا نحن هون ناطرينه لحتى يبرد. بعد ما يبرد رح نحضر او رح نخفق الكريمة ونضيف الكريمة لهيدا القالب. اما رح ننتقل دغري للطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم، البامية بالجبنة. طبعا البامية مدخل معها لحمة لو بالجبنة. عندي زيت زيتون على النار، ضفت لحمة لزيت الزيتون، رح ضيف ايضا اوكي طيب رح ضيف للحمة البامية. طبعا عندي بامية كمان مثل ما عم بتشوفوها، هاي البامية ايضا عم ضيفها فوق اللحمة، وايضا رح ضيف بصل. لكن هيدي هي المكونات، بصل كمان رح نحط مشاهدينا من الثوم بالإضافة للكزبرة الخضراء، وهيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. طيب كمان ضفنا البصلة، رح ضيف من البندورة بهالشكل، رح اجي على الطنجرة الثانية بدي بلش كمان بالشوربة. لكن هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. بالنسبة ايضا للشوربة حطيت زيت زيتون على النار، يعني في عنا طنجرتين، عم نحضر شوربة البطاطا وعم نحضر الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. الطبق الرئيسي طبعا البامية، وايضا الشوربة هي شوربة البطاطا. بالبامية صرنا حاطين بصل، صرنا حاطين لحمة، حطينا البامية الخضرة، تركن انا لحتى يستووا. بعد ما يستووا رح ضيف الثوم، رح ضيف ايضا عندي البندورة. هون نحن عندي بصلة اوكي، مثل ما عم بتشوفوا بلشنا بتقلية البصل، رح ضيف ايضا عندي كمان كرات، اوكي بصل وكرات، كمان رح ضيف ثوم، بهالشكل ونتركهم لحتى يدبلوا. بهالوقت بخلطهم بهالشكل، بصل مع الثوم مع الكرات. رح حضر عندي المرقة او عندي مي، او فيكم تحطوا من مرقة الدجاج البودرة، ما عندكم اي مشكلة. طبعا انا رح ضيف بعد لها بطاطا. انا هون البطاطا شو رح اعمل؟ هلا انا اللي عملت هيدي الشوربه، هيدي الشوربه عملتها لان محضر اليوم الباف بيستري. طبعا الباف بيستري هي حشوه البطاطا. حشوه البطاطا هي ذاتها رح اجي ضيفها فوق البصل، فوق الثوم، وايضا فوق الكرات. لكن عندي من حشوه البطاطا اللي حضرناها بتاني فقره من فقرات رشة ملح. ليه؟ إذا ضل عندي من الحشوة ما بكبها، بجي بستعملها وبضيفها بهالشكل، البطاطا فوق خليط البصل، فوق خليط الثوم، فوق خليط الكرات. طبعا بذكر كل المشاهدين انه هاي البطاطا ما حتطلع عقدة صفرة، ما حتطلع فلفل أسود، ما حتطلع كزبرة خضراء، ما حتطلع أيضا بقدونس أخضر، كلهم نحن خلطينهم مع بعض و حشينا فيه هون الباف بيستري. هون عنا على النار، لكن مثل ما عم بتشوفوا اللحمة مع البصل مع البامية
اوكي بهالوقت رح جيب مي ضيف المي فوق خليط الشوربه ونحركها كلها طبعا رح نطحن هيدا الخليط باخر فقره من فقرات رشه ملح ورح نضيف للخليط من الكريمه وايضا تغلي الكريمه مع الشوربه طبعا هيدا نوع من انواع شوربه البطاطا نفس الطريقة انتم مشاهدينا كمان فيكم تجيبوا من الجزر او حتى الكوسة او حتى الفطر شو ما بدكم ما عندكم اي مشكلة بس طبعا نحن عم نحكي عن شوربة الكريمات وبس نحكي عن شوربة الكريمات يعني بدنا زبدة بدنا طحين بدنا مرقة دجاج بدنا كريمة ومنضيف لها فطر اذا حبيتوها شوربة الفطر بتضيفوا دجاج اذا حبيتوها شوربة الدجاج او كريم للدجاج طبعا البروكولي، الارنبيط، الهليون، انتو شو بترغبوا النكهات وايضا الطعمات. انا بهالوقت رح جيب البندوره حضر عندي اخذ كمان بدي اضيف بندوره للباميه طبعا حضرت مع هيدا الطبق رز بشعيريه بتاني فقره من فقرات رشه ملح صار جاهز عندنا طبق الرز بشعيريه لنقدمه مع الباميه عندي قالب الكيك مثل ما خبرتكم اللي حضرناه باول فقره من فقرات رشه ملح حضرنا او حطينا بالخفاقه الكهربائيه الزبده مع السكر لحصلنا على خليط كريمي رجعنا ضفنا البيض برش الحامض بالإضافة طبعا في عندي الفانيل وطحين بيكنج باودر بالإضافة كمان مشاهدينا حطينا رشة ملح أنا هون بهالوقت رح ضيف البندورة لخليط البصل لخليط اللحمة لأيضا البامية طبعا هيدي بامية خضرة متلجة وفينا نضيف كمان البامية اليابسة ما عندنا أي مشكلة إذا حطينا من البامية اليابسة ريحة كتير طيبة هون البامية مع اللحمة مع هالخضار بضل في عندي بدي ضيف لهالطبق الثوم رح نضيف لكين ثوم وعنا رب البندورة وآخر شي منضيف الجبنة ومنشيل هيدا الطبق منقدمه مع الرز بشعيرية طبعا أنا بذكر كل المشاهدين محل اللحمة فيكن تحطوا دجاج وايضا فيكن تحطوا قريديس فيكن تحطوا سمار البحر كمان البامية بسمار البحر ايضا بتاخدوا نكهة كتير طيبة مع القريديس مع الاخطبوط نكهة كمان جيدة وايضا طعمة شهية طيب انا بهالوقت رح حط رشة ملح رح جيب فلفل اسود كمان نحركهم نشوف شو صار رح جيب ثوم ايضا رح ضيف لكن ثوم لخليط البامية عنا مثل ما عم بتشوفوا من ثوم هالنكهة الشهية نخلطهم هيك صارت البامية جاهزة ولكن بعد ناقصها رب البندورة رح نضيف من رب البندورة كمان بهالشكل بضل في عندي جبنة الموتزاريلا المبروشة رح حطها على الوجه بس طبعا بعد ما تغلي البامية وايضا تستوي انا رح حطها على نار هادية اوكي لكن رح اترك البامية بهالوقت على نار هادية لحتى تستوي عندي الشوربة خلينا نشوف شو صار فيه بالشوربة طبعا الشوربة بعد ناقصها الكريمة بدنا نضيف ايضا كريم فريش ونطحن الشوربة وأيضا نسكبها طبعا
ما بتصدقوا قد ايه الريحه كثير طيبه، ريحه الكزبره وريحه البقدونس اللي موجودين بقلب البطاطا اللي ضفنا البطاطا المسلوقه. الشوربه صارت جاهزه عندنا، صار فينا نطحنها لان حطينا البطاطا مسلوقه. واذا ما حطينا بطاطا مسلوقه فيكم تقطعوا انتم البطاطا مربعات صغيره لحتى تستوي معكم بسرعه على النار. طيب خلينا نشوف هون، خليني اجيب سمسم واجي انا وياكم على هيدا الطبق اللي سكبناه. هيدا الباف بيستري بالبطاطا. الباف بيستري هيدي حبة الباف بيستري، خلينا نجيب وحدة. لكن هيدي الباف بيستري خلينا نشوفها هون على الكاميرا شو محشية. خلينا نفتحها نشوف محشية حشوة البطاطا اللي حطيناها طبعا للشوربة. لكن هيدي هي العجينة محشية، وخلينا هون طبعا نحط رشة سمسم بهالشكل. نحن عم نحط سمسم، خلينا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا.